تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة بعد هذه الإجازة الطويلة، يعني حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي، وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج مثل ما تعودنا نطلع عليكم نحن من خلال هيئة الصحة لكي نفتح نافذة على مؤسسات المجتمع وأفراده، ونوجد ساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات هيئة الصحة وتطلعاتها، وأيضا نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفريق العمل الإذاعي. اليوم معانا في الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، وأيضا في التنسيق معانا أخونا وزميلنا فيصل بن فارس. حلقتنا اليوم متنوعة، ما نتحدث فيها في الكثير من الأمور، وأيضا يعني الباب أمامكم مفتوح للتواصل معانا على الأرقام. يسعد أذكرني إذا أنا قلت الأرقام صح ولا غلط، لأن من زمان ما قلتهن. 644 551414 600-551414 وأيضا ها اللي حاب يتواصل معنا عبر الهاتف هذا الرقم، وأيضا عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4-0-0-7-6. سامحوني عاد من زمان ما قلت هاي الأرقام، ولا الأول حافظينهن. عموما منبتدي معاكم حلقتنا بمجموعة من الأخبار. أول أخبارنا صحة دبي تطلق مشروع أنظمة المشتريات المتقدمة. طبعا أعلنت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة العقود والمشتريات عن إطلاقها الفعلي لمشروع أنظمة المشتريات المتقدمة الخاصة بتسجيل وتأهيل الموردين إلكترونيا والطرح وإدارة مناقصات المشاريع الهندسية والعقود التخصصية. أيضا أوضحت المهندسة إيمان الجلاف مدير إدارة العقود والمشتريات بهيئة الصحة بدبي مدى أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى أتمتة ودقة ورفع كفاءة الإجراءات التعاقدية إلكترونيا على النظام الواحد في المعاملات الخاصة بتسجيل وتأهيل الموردين وإدارة العقود لضمان سلاسة وسرعة إنجاز المعاملات. ولأول مرة على مستوى حكومة دبي تم ربط تسجيل الموردين مع دائرة التنمية الاقتصادية لمطابقة المعلومات وصلاحية الرخصة التجارية للمورد على النظام بشكل تلقائي. وقالت الجلاف أن تطبيق هذه الأنظمة المتطورة وفقا لأفضل الممارسات الذكية يأتي تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة وتوجهات حكومة دبي لتبني واستغلال وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية في تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وبما يساهم بشكل فاعل في دفع مسيرة التحول الإلكتروني في الهيئة وتحقيق أقصى درجات الرضا للمتعاملين. وأوضحت مدير إدارة العقود والمشتريات أن المشروع الجديد سيعمل على تعزيز شفافية وموثوقية وتنافسية عمليات التعاقد والعطاءات التي تطرحها هيئة الصحة بدبي، وتقليل الوقت والجهد على المراجعين للحصول على الخدمة، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لوقت الموظف عبر تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية بالكامل. نهنئ إدارة العقود على هذا الإنجاز. أيضا أحد أخبارنا يقول هنالك دراسة حديثة تقول أن السمنة تعرض صاحبها لثمانية أنواع من السرطان، عفانا الله وإياكم.
قالت دراسة علمية حديثة إن الأشخاص الذين يعانون السمنة معرضون لخطر الإصابة بثمانية أنواع جديدة من مرض السرطان. وأجرى الدراسة باحثون في كلية الطب في جامعة واشنطن وقاموا بنشر نتائجها في دورية طبية، وأشاروا إلى أن الأنواع تشمل سرطان المعدة، البنكرياس، الكبد، والمرارة، الغدد الدرقية، والمبيض، وأحد أنواع سرطان الدم. اعتمدت الدراسة على مراجعة نحو 1000 بحث أجرته منظمة الصحة العالمية، وتطرقت إلى علاقة الوزن الزائد ومخاطر الإصابة بالسرطان، حيث وجد الباحثون أن الوزن الزائد يزيد خطر الإصابة بثمانية أنواع سرطان، وأشاروا إلى تقليل الوزن الزائد يعمل تلقائيا على تقليص خطر الإصابة بهذه السرطانات. وتقول معطيات المنظمة، منظمة الصحة العالمية، أن معدل السمنة تضاعف مرة واحدة منذ عام 1980، ويعاني من السمنة حاليا نحو 600 مليون بالغ في العالم. رقم كبير. وأعتقد عندنا، أنا ما أملك أو ما تحضرني حقيقة النسب اللي موجودة عندنا في الإمارات وفي الخليج بشكل عام، لكن المعدلات كبيرة خاصة عند الأطفال. أتذكر قريت مجموعة من الدراسات في هذا المجال، وهي يعني مسألة يجب على الأهل أن يعوها تماما. يا جماعة الخير، السمنة عند الأطفال ترى في تزايد كبير، والسمنة يعني من الأمور اللي تفتح أبواب كثيرة للأمراض. الحين هذا البحث اللي أنا أقوله عن 8 أنواع من السرطان، الله يعافينا وياكم، يعني هذا ولا شيء على الأمراض اللي تسببها السمنة. فهلا هلا في عيالكم، هلا هلا في أعماركم. يعني الواحد يشوف لما يقولون المعدة بيت الداء، هي بالفعل بيت الداء. فعيزنا ونحن نقول عن موضوع السمنة. عاد أنا شططيت عليكم الحين، من زمان ما شططيت، بس منه يفتحون هذا موضوعين، موضوع التدخين وموضوع السمنة. هاي موضوعين صراحة الواحد، لأن مثل الشو، مثل واحد يعق عمره في التهلكة. عيسى صدق القلم اللي أنا حاطنه في الاستوديو ليحي موجود، توني أشوفه. انزين، عموما دراسة أخرى تقول أن القراء يعيشون أطول. إنزين، يقول أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يواظبون على القراءة يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يقرؤون. وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة هيل في ولاية كنتيكت الأمريكية، طبعا الباحثون درسوا 3625 حالة لأشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عام، وجرى تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم الأولى الذين لا يقرؤون، والثانية يقرؤون بمعدل 3.5 3.5 يعني ساعات يوميا، والثالثة تضم من يقرأ يعني 3.5 ساعة أسبوعيا. واعتبر الباحثون أن نتائج الدراسة استثنائية بعدما أوضحت أن القراء يعيشون 2 عامين أكثر من أولئك الذين لا يقرؤون. وخلص الباحثون إلى أنه مثل النظام الغذائي المتوازن والتمارين الرياضية، فإن القراءة تعد ميزة تساعد على البقاء لفترة أطول. هذا رأي الباحثين. زين، أنا مع أن القراءة يعني شغلة وايد مفيدة، مع أن الرياضة شغلة وايد مفيدة، لكن في النهاية شو نقول نحن؟ أن هذه الأمور تخليك تعيش الحياة بشكل ممتع أكثر. أن تزيد من عمرك تنقص من عمرك، الأعمار بيد رب العالمين مثل ما نقول نحن، لكن هذه الأمور تخليك تستمتع بالحياة. القراءة جدا مهمة، ممارسة الألعاب الرياضية وايد جميلة. بالعكس، تطلع من عقب ساعة أو ساعتين في النادي الصحي أو النادي الرياضي، يخ تطلع يعني تستقبل الحياة بشكل جميل. تخلص كتاب ولا تقرأ لك كتاب بعد أحلى وأحلى. فننصحكم بما أننا نحن في عام القراءة، وهذه دراسة تقول أن القراءة زينة، تخليك بصحة أفضل، تخليك تعيش 2 سنين زيادة. فنحن
ما نطلع على فاصل، بعد الفاصل ما نتكلم على موضوع جميل، موضوعنا اليوم اللي ما نطرحه بالتزامن مع هذا اليوم، يوم المرأة الإماراتية اللي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 من أغسطس، إيمانا منها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود النهضة. طبعا في القطاع الصحي المرأة لها مساهمات كبيرة، ما نتعرف عليها على هذه المساهمات، ما نستقطب بعض النماذج اللي ممكن احنا نتحدث عن يعني مسيرتهم في هذا المجال من خلال استضافته في الاستوديو أو حتى من خلال التلفون. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. طبعا اليوم حظيت المرأة الإماراتية يعني على الدوام بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل، بدءا من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 من شهر ديسمبر عام 1971. فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه باني نهضة الإمارات حريصا على دعم المرأة وتمكينها وإزالة يعني جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها. كما ظلت هذه الرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة متعمقة ومتجذرة في فكر ونهج سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فعزز دعم المرأة من خلال إطلاق برامج طموحة وفتح أمامها آفاقا واسعة لتكون شريكا أساسيا مع أخوها، مع زوجها الرجل، في مختلف المجالات سواء العمل الوطني. وأيضا استطاعت المرأة تبوء أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. المرأة الإماراتية حظيت على الدوام بدعم ورعاية كبيرة من سمو الشيخة فاطمة بنت بارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات. المرأة الإماراتية بدورها أيضا أثبتت وما زالت تثبت يوما بعد آخر كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام أوكلت إليها من مسؤولية سواء في البيت خارج البيت، حيث أكدت حضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة هذا الوطن المعطاء. إذا ما بتحدث عن المرأة من اليوم لباكر ما بخلص، عطاءات المرأة، مميزات المرأة، يعني وين وصلت المرأة الإماراتية، أعتقد أن استطاعت أن تتبوى العديد من المجالات. طيب الآن يعني أنا بتكلم عن أحد النساء أو باخذ معايا شخصية جميلة جدا. هذه الشخصية اللي لها باع كبير في العديد من المساهمات واللي تشكل يعني صورة مشرفة للمرأة الإماراتية، معاي عبر الهاتف الدكتورة رفيعة غباش. طبعا دكتورة يعني غنية عن التعريف، أنا ما أبغي أستعرض السي في مالها لأن بخلص الحلقة ليه ما أستعرض السي في مالها، لكن دكتورة رفيعة غباش هي أحد النساء الأوائل اللي كان لهم بصمة على المستوى الدولي والخليجي. فما أدري معانا على الخط ولا بعدها معانا على الخط. مرحبا دكتورة.
مرحبا مرحبا. يا حياك الله دكتورة سامحين، أنا أدري أنك أنت وايد مربوشة وعندك اليوم فعاليات ما شاء الله. نصحة المرأة مستقبل كل الحريم اليوم. صحيح. فيعني قبل هذا خلينا بس ناخذ كلمة من عندك عن تاريخ ومسيرة المرأة الإماراتية، وشو اللي حققتها المرأة الإماراتية اليوم، وين وصلت المرأة الإماراتية في المجال الصحي، أنا بتكلم يعني بشكل عام وأيضا بخصصها في المجال الصحي في القطاع الصحي. تفضلي دكتورة. نعم. تحية لكل النساء، لكل النساء سواء كانوا في المواقع القيادية أو في الصفوف الخلفية، بنون جيل معتد ببلده وبقيمه وبأخلاقه وبدينه. هذه هي الركائز اللي يحتاجها المجتمع، يحتاج إلى امرأة تعزز هذه المسائل في جيل ناشئ قد يمكن ما عاش وأدرك التحديات اللي واجهها مجتمع الإمارات واللي واجهتها المرأة تحديدا. رغم أني طبيبة نفسية وكنت يعني عميد للطب وبعيدة يعني عن قضايا المرأة بشكل عام، ولكن سبحان الله المسار دائما يأخذني باتجاه قضايا المرأة، لأن أنا من نوع على فكرة أني مش من الناس اللي يحبون وايد يتكلمون عن المرأة وحقوقها، لأني آمنت من صغري ونشأت أني حقي أملكها، الله عطاني إياه ما حد يعطيني إياه. صحيح دكتورة. أنا بس عشان أعرف المستمعين شوي بشكل سريع، أنت أول طبيبة نفسية في الإمارات والمرأة الأولى التي شغلت منصب رئيس جامعة إقليمية، تولت رئاسة جامعة الخليج العربي في البحرين 8 سنوات، وأعتقد ما أنت المرة الوحيدة اللي مسكتي هذا المنصب. صحيح. ها دكتورة. صحيح. نعم. وأيضا كان اللي أسعدني في ذاك الوقت أن الشيخ نهيان الله يحفظه، وطبعا بموافقة القيادة السياسية آنذاك يعني الشيخ زايد رئيس الدولة كان لابد أن يعني يوافق على تعيين امرأة في هذا الموقع. فهو قال لي ترى هذا تحدي كبير دكتورة، وليس فقط يعني لنا نحن، تحدي لدول الخليج الثانية اللي يمكن ما عندها مبادرات التعيين، ولكن بعد تعييني أنا واللي هو يعني ثقة اعتز بها كثير من الناس اللي أدركوا يعني أن المرأة ممكن تقدم شيء. في ذاك الوقت كان في نهضة كبيرة للمرأة بدعم من صاحبة السمو الشيخة فاطمة الله يحفظها، ومن الشيخ زايد الذي كان يظهر على شاشات التلفزيون بشكل دائم ويتحدث عن مكانة المرأة ودورها، وكان يتحدث عن نقطة أساسية أن يكون للمرأة دور في العمل الاقتصادي، وإلا فلن تحصل على ذلك الإحساس بالاستقلالية. فأنا أعتقد أن هالعنصرين غيروا كثير في مجتمع الإمارات. صحيح. لكن أعود لك يعني على موضوع الموقع، هذا موقع الجامعة. بعدها مباشرة بسنة قطر عينت رئيسة الجامعة وعمان عينت. صحيح. وللحق يقال الكويت معينة قبل الدكتورة فايز الخرافي، بس على مستوى جامعة الكويت لكن مو على مستوى الخليج. بعدنا نحن بعد هذا التعيين ب7 سنوات أمريكا عينت أول رئيسة للجامعة، ثم بعد ذلك الدول العربية رأوا أنه ممكن النساء يعني يدرن مؤسسات أكاديمية بهذا المستوى. أنا هني أضرب تحية للإمارات أنها بمبادرات لا تغير مجتمعها فقط، ولكن تغير المجتمعات المحيطة، ليس على مستوى قضايا المرأة، على كل المسائل يعني. صحيح. خذ أبسط الأمور وخذ أكبر الأمور. صحيح. هاي الدولة الصغيرة اليوم تقدم أمثلة عظيمة للعالم. صحيح. أمثلة مبنية على ثقة القيادة في شعبها. طيب. وحب الشعب لهذه القيادة. طيب دكتورة، أنا بس عشان يعني آخذ الوقت بشكل سريع معاك وما عطلت وايد، بس أبغى أتكلم اليوم أنت هذا الموضوع عزيز على نفسي. الله يسعدك يا رب. الله يسلمك. دكتورة، أنت أول من أسس متحف للمرأة في العالم العربي، كان تأسيسه في ديسمبر 2012. اليوم في المتحف عندكم العديد من الفعاليات، تستقطبون العديد من الأمور. خلينا نتكلم عن المتحف هذا، شو هو بالضبط، وين مكانه، شو الفعاليات اللي تقدمونها اليوم؟ المتحف طبعا أنا تعمدا وتحديا وإصرارا سويته في سوق الذهب مال ديرة الأولي، عشان الحريم يوم يصيرون يشترون الذهب يونكم. ها لا الله يسلم. أنا بقول لك ليش. هذا المكان كان قلب دبي الاقتصادي النابض. صحيح.
وكان حوالين كان في حوالي 16 سوق من سوق الذهب والسمك والضخام والنحاسين الى سوق يعني اشياء اكثر دقة. كان حوالين هذا السوق مجتمع ديرة كله سواء في فريد الراس ولا الضغاية ولا عيال ناصر. ثم مقابل الخور من الناحية الثانية الشندغة وامتداد يعني كأهل ديرة وأهل بر دبي. الآن يعني من 10 سنين يوم تمر لم يعد هناك شيء يقول لك العرب قد مروا من هنا. البيوت القديمة الحلوة تغيرت وصارت عمارات صحيح. والتجارة أخذوها يعني من هم مهتم بهذا القطاع اللي مو منهم أهل الإمارات. أنا كان وايد يعز علي إن مكان نشعوا فيه أهلنا وأجدادنا ما يعود لهم ذكرى. أنا أقول لك إياها صراحة. فحتى مدير البلدية قال لي بنعطيك بيت في الشندغة بنعطيك بن بيوت الراس. قلت له لا أنا أبغي هذا المكان وعلى حسابي يعني اشتريت الأرض وبنيت والله وفقني. حتى فكرة يعني أنا ما كنت بقول لك الصدق مسوي متحف تحديدا للمرأة. كنت أبغى أسوي مركز ثقافي يستقطب أهل البلاد يخليهم يطوفون فيها الشوارع ويذكرون أهلهم. بس يوم جيت أشتري البيت القديم المكسر ذكرت في ذاكرتي وأنا صغير يسمونه بيت البنات. كانوا بنات ما عرسوا حريم جايز ما عرسوا فيتم صار عليهم الاسم بيت البنات. هاي الكلمة أطلقت في خيالي أن يكون المشروع مختص للمرأة. بس يعني الناس تفتكر اللي ما شاف المتحف يتحرى بي بيشوف كنادير وبراقع. لا مو بهذا اللي أنا كنت حريصة عليه. اللي حريصة عليه هو اللي أنتوا تحتفلوا باليوم النساء الرائدات في ذاك الزمن من 1900 مو في القرن 21 في نساء ننحني لهم احتراما لأن كان لهم مبادرات رغم التحديات في تلك الفترة. إمارات غير مستقرة دولة بعدها لم تنشأ في ذلك الوقت. أيضا صعوبة العيش دكتورة اللي كانت شغف في العيش وصعوبة شغف العيش بالضبط. لو تقرأ رواية وداد النابودة اسمها زمن السيداف بتعرف التاريخ الاجتماعي لهالبلد. الناس كانت بعد الحرب العالمية أو أثناء الحرب العالمية الثانية ومع سقوط تجارة اللؤلؤ الناس كانوا يأكلون النباتات اللي تطلع برية. صحيح. هذا هو استهداف أحد النباتات يعني اللي مثل الأرطة والأشياء الثانية. عندك الرواية دكتورة عادية مرة اليوم أخذها عندك؟ والله أنا يعني مع الإهداء من الكاتبة لكن الله. هي أجمل رواية أنا قريتها وأشوفها والله بدور عليها. زين اليوم اليوم عندكم شيء مع هيئة الصحة في أدنى مع هيئة الصحة ومع الموارد البشرية ومع مؤسسة المرأة كلهم جايين اليوم ونحن متحضرين لهم. حد يبغي محاضرة عن الطب وحد يبغي على تاريخ الطب وأنا عندي كتاب أنا والدكتورة مريم لوتا من زمان سوينا كتاب اسمه تاريخ الطب في الإمارات الجذور والممارسة. وأنا هني أبغي أكلمك يعني عن الطب. نحن حرصنا في ذاك الكتاب وفي المتحف أن نجمع كل ما كان يمارسه أهل الإمارات للعلاج سواء من أدوية شعبية أو من أدوات حق التحييم حق الافتاق حق الاختان حق كل المسائل يعني صورناها واحتفظنا فيها. بعدين عملنا بحث ميداني لنتعرف على منو هم المعالجات في كل الإمارات قدر المستطاع وكل يوم الحمد لله يضاف لي اسم جديد. ذكرت مثلا اللي أنا مسماية عليها رفيعة بن ثاني بن قطامي كانت معالجة وكانت جريئة في علاج الحالات الحرجة والجروح الخطيرة وكانت تعتمد على كتاب الحكمة في فهمها لبعض العلاجات واشتهرت بالتحديد أنها كانت تأخذ الشيء من المحار ويطحنونه ويحطونه على الأشياء اللي هي مرتبطة بالأمراض الجلدية. سبحان الله هي كانت طبيبة وسموت على اسمها وانت طلعتي أول طبيبة إماراتية. سبحان الله أخذت اسمها الشيء الكثير الحمد لله وهذا جميل. ما أحسن فيه دكتورة الشاعر حسين بن ناصر باللوتا بالمناسبة. ونعم دكتورة أنا والله الوقت يعني ياخذني والمخرج معصب علي يطلع فاصل لكن الحديث معك لا يمل. إن شاء الله بتكون لنا يعني فقرات قادمة في القادم من الأيام ونرحب بكم في المتحف. ممكن نسوي حديث مطول في الإذاعة عن المتحف بس نسجل هنا داخل المتحف. حاضرين دكتورة بس أنا سؤال سريع الدعوة عامة للرجال أيضا ولا بس فقط؟ نعم الدعوة عامة للرجال والنساء.
نعم للاطلاع على التفاصيل كلهم. وهذا المجتمع وهذا المتحف لمجتمع الإمارات وليس للمرأة. جميل. دكتورة الأستاذ الدكتورة رفيعة بيد غباش، شكرا جزيلا لك. وأيضا بس أذكر المستمعين بهذه المعلومة، بما أنك أنت تتحدثين على مسائل التوثيق وكذا، فأنت أول من وثق شعر فتاة العرفي موسوعة شاملة وأخرى صوتية، وأيضا أول أكاديمية إماراتية ينشر لها أكثر من 30 بحث طبي في دوريات أوروبية. 45 الله يسلمك. 45 ما شاء الله. هذه ممتلكات وايد اعتز فيها. الله يوفقك إن شاء الله ويسعدك، وفخورين جدا بهذه النماذج اللي. بعد ما تخلص الحلقة كلمني. إن شاء الله تامرين. مشكورة يا دكتورة. تسلم. شكرا الله جزيلا. الله يحييك. شكرا. إذن مستمعينا كانت معنا الأستاذة الدكتورة رفيعة بيد غباش، هي يعني غنية عن التعريف. نحن أيضا من استعرض العديد من النماذج في هيئة الصحة بدبي، فابقوا معنا فاصل لأن عيسى عصب. ما نطلع فاصل وما أرجع إن شاء الله. صحة وسعادة، صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وما زلنا يعني نحتفل بهذا اليوم الجميل، اليوم اللي حقيقة يعد من الأيام التي نحتفي بهذه المرأة الإماراتية التي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات. قبل الفاصل كنا مع الدكتورة أستاذة الدكتورة رفيعة غباش، الآن بننتقل إلى هيئة الصحة. في عندنا العديد من النماذج حقيقة اللي ما أقدر أحصرها يعني في مجالات كثيرة، لكن اليوم انتقينا يعني اثنين من النماذج الجميلة اللي قدروا أنهم يحققون يعني مسيرة مهنية رائعة في هيئة الصحة من خلال الدراسة، من خلال التدرج الوظيفي في هذا المجال، وأيضا ضربوا أمثلة جميلة للمرأة الإماراتية القادرة على العطاء. في يوم المرأة الإماراتية نستضيف معانا في الاستوديو الدكتورة حمد المسمار، مدير إدارة خدمات الأسنان بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا دكتورة. أنا بطلب منك بس تقربي من المايك، ولا شل المايك جربي من عندك. الحين أحسن عيسى زين. يلا أيضا معانا الأخت الأستاذة، ما أدري مو مرضات يقولوا له عنهم دكاترة ولا لا، إن شاء الله تسوين دكتورة. الأستاذة هند الجتبي، رئيس مكتب التمريض بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية. حياكم الله معانا. أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم، يوم المرأة الإماراتية. قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث، طبعا أنا اليوم ما بسألكم شو عندكم من خدمات، شو تسوون شو ما تسوون، لا، ما نتكلم عن الجهود اللي تبذلونها أنتو من خلال يعني رفع اسم المرأة الإماراتية في القطاع الصحي. بداية ببتدي مع الدكتورة حمدة، بما أنها هي أصغر منك، ما أدري منو أصغر من الثاني اللي تبه. عموما ببتدي مع الدكتورة حمدة. دكتورة كلمينا أول شيء عن مسيرتك وعملك في هيئة الصحة. خلينا نبتدي من أيام الدراسة حتى، تفضلي. أولا السلام عليكم، صباح الخير. بداية أشكر مقدم هذا البرنامج والقائمين عليه لاستضافتي في صباح الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. بدأت مسيرتي التعليمية في مدارس الدولة، أنهيت الدراسة مراحل الدراسة المدرسية. أنا خريجة ثانوية الاتحاد في ديرة للبنات. الحمد لله اجتزت هاي المرحلة بتفوق. بما أن احنا اليوم نحتفل بيوم المرأة الإماراتية، أتقدم بالشكر والامتنان لمعلماتي المواطنات في فترة الثانوية العامة، الأستاذة الفاطمة الفاضلة نورة ناصر لوتا، والأستاذة الفاضلة حمد ناصر لوتا،
والأستاذة الفاضلة آمنة أحمد لوتا على دعمهم وتشجيعهم في فترة الدراسة. انتقلت بعدها وابتعثت إلى المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود. كان لي شرف الحصول على على الكرسي الوحيد في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود في الرياض في ذلك العام. الحمد لله حصلت على بكالوريوس طب جراحة الأسنان، وبعدها أكملت سنة الامتياز بهيئة الصحة بدبي، أنا ذاك كانوا يسمونها دائرة الصحة. بعد ذلك أيضا حصلت على بعثة دراسية للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. التحقت بجامعة بوسطن في ولاية ماساتشوستس وحصلت والحمد لله على درجة التخصص العالي في تركيبات الأسنان المتحركة والثابتة وزراعة الأسنان، ومن ثم على درجة الماجستير في نفس التخصص. بعدها التحقت بجامعة أخرى، جامعة توس في نفس الولاية، وحصلت على الزمالة الأمريكية الإكلينيكية في زراعة الأسنان. ذلك كان في ديسمبر 1998. حينها تم إبلاغي من الملحقية الثقافية بسفارة الإمارات في واشنطن بأني أول إماراتية أحصل على هذا التخصص وعلى الزمالة الإكلينيكية الأمريكية. بعدها رجعت إلى وانضممت إلى هيئة الصحة في عام 99، وبدأت مسيرة العمل والتدرج الوظيفي من أخصائي ثم أخصائي أول ثم استشاري إلى رئيس قسم التركيبات. في نوفمبر 2014 تم اختياري وتكليفي لإدارة خدمات الأسنان. جميل. إلى يومنا هذا. ممتاز دكتورة، مسيرة يعني مليئة بالعطاء، ونحن يعني نذكر في هذا اليوم البدايات كيف كانت يعني سهلة صعبة. فأيضا عندنا واحدة من المهام أو واحدة من الوظائف الصحية اللي نتمنى أن يعني يغزوها العنصر المواطن، مهنة التمريض. من الصعب أن المواطن يأخذ هذا الخيار. الآن الحمد لله نحن في هيئة الصحة عندنا العديد من البرامج في هذا المجال لدعم وتحفيز المواطنين أنهم يدخلون في مجال التمريض. لكن قبل هذا يعني هند، أنت دخلتي هذا المجال، وأنا اللي أعرف أنت جاية من بيئة يعني بدوية، زين في الهباب أظني، ها من الهباب، وكنت تروحين لعوير تدرسين تكملين المدرسة. ليش اخترتي هذا التخصص؟ كيف شفتي وقع هذا التخصص أيضا لما طرحتي إنك أنت تبغين تدخلينه مع البيت؟ في البيت عندكم هل كان في اعتراض، هل كان في دعم؟ ما أدري، خبريني سالفتك يعني مع مهنة التمريض. السلام عليكم، شكرا إذاعة دبي على الاستضافة. حبيت مهنة التمريض لأن أبويا كان الله يرحمه مريض فشل كلوي يعمل غسيل كله، فحبيت أتعمق شوي زيادة عشان أفهم ورعاه أكثر. فحصلت الحمد لله منحة من هيئة الصحة بدبي، درست بكالوريوس في جامعة الشارجة وتخصصت وتوظفت في مركز الإسيلي الصحي. الحمد لله شوي واجهت صعوبات مع الأهل بخصوص اللبس اليونيفورم البنطلون والقميص، الاختلاط شوي في العيادة مع الرجال، لكن الحمد لله في مركز الإسيلي الصحي شوي المنطقة الدوية بعد عادات متشابهة لعاداتنا وتقاليدنا، وقدرت أوفق بين عملي الحمد لله. جميل. والحين أنت ماسكة يعني رئيس مكتب التمريض بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، صحيح؟ طيب خبريني يعني هذا التدرج الوظيفي كيف وصلتي له؟ بداية اشتغلت كممرض عام، ممارس عام في مركز الإسيلي الصحي، ومن بعدها الحمد لله سلم الوظيفة وهيئة الصحة حطت كارير باث يعني للمواطنين غير عن الوافدين. بعد سنتين ارتقيت على أني مساعد مسؤول مركز الإسيلي الصحي كممرضة، وبعدها بسنة الحمد لله مسكت مركز الإسيلي الصحي سنة كاملة، والحمد لله فضل من الله يعني ترشيحني أكون رئيسة مكتب التمريض في هيئة الصحة بدبي. ممتاز. قطاع الرعاية الصحية الأولية. ممتاز جدا. طيب هذه يعني أنا قبل أرجع لك دكتورة حمدة، بس آخر سؤال بسألها يعني عن موضوع التنسيق ما بين
الأعباء الوظيفية هذه، فيها أعباء مهنية وفيها أعباء إدارية أيضا، وكيف قادرة توفقين ما بين البيت والشغل؟ يعني خاصة أن الدوام أعتقد ما عندكم دوام، يعني ممكن يكون شفتات، ممكن يكون يتأخر الدوام لأوقات متأخرة، كيف قادرين في البيت تنسقون ما بين هذه المسائل؟ بداية كنت عندي شفتات، وكنت الحمد لله قدر المستطاع أني أوفق بين أهلي وبيتي وعيالي، بس الحين الحمد لله رئيسة مكتب تمريض بس دوام صباحي، فالحمد لله فترة مسائية متواجدة في البيت مع الأهل والعيال. جميل. طيب دكتورة حمدة، أنا برجع الآن بتحدث عن يعني هنالك الكثير من الإنجازات التي استطاعت المرأة الإماراتية في القطاع الصحي أن تصل إليها. الآن يا ترى ما هي التحديات التي تقف أمام المرأة الإماراتية في القطاع الصحي؟ شو أبرز التحديات اللي ممكن نقول إنها تخلي المرأة الإماراتية ما تكمل في هذا المجال، أو إن تشوف لها مجالات أخرى غير القطاع الصحي؟ وشو تنصحينهم اللي يفكر إنه يدخل في القطاع الصحي، أو اللي تفكر عفواً إنها تدخل في القطاع الصحي، سواء كطبيبة سواء كممرضة، ممرضة منروح عند هدى ما نتكلم عنها في هذا المجال، بس كطبيبات في اللي يفكرون يدخلون في هذا المجال، شو ممكن نقول لهم؟ أولا أنا أحب أقول للمرأة أن الاحتفال اليوم بالمرأة الإماراتية هو رسالة شكر وعرفان وتكريم للمرأة، لأن المرأة الإماراتية امرأة متميزة في كفاءتها في عطائها. لما نقول التحديات سواء طالب العلم أو سواء العمل، فهو يعتبر جهاد في سبيل الله، فيعني الطرق ما تكون مفروشة بالورد، ولكن بالجد والاجتهاد والمثابرة والصبر نصل إلى الغايات. المرأة شريكة مع الرجل، مثل ما قال الشيخ محمد، نحن لا نمكن المرأة ولكن نمكن المجتمع بالمرأة. فأمام الإصرار والمثابرة يعني المرأة يعني وصلت، يعني تصل، وإنما وصلت إلى كثير من المراكز الحساسة. مهنة التمريض مهنة إنسانية جدا، هم ملائكة الرحمة، فإحنا نشجع المواطنات أنهم ينخرطون في هذا المجال، لأن بالفعل بحاجة إلى المواطنات الإماراتية في مجال التمريض. جميل. وهذا شو رأيك في موضوع أن في عزوف شوية من المرأة الإماراتية في الدخول إلى هذه المهنة؟ يعني شو تنصحين المرأة اللي تبغي تدخل في مجال التمريض، شو ممكن نقول لها؟ نقول لها لا تدشين؟ لا لا لازم تدش، ليش؟ بالعكس، بنت البلاد أولى ببلادها وترحب أهلها. يعني مو بالفكر ان المهنه شويه صعبه على المراه ان تدخل في هذا المجال؟ لا والله ما في صعوبه، بالعكس تعامل المراه الاماراتيه مع عيال بلادها وشواب بلادها اولى من الغريبه، يعني بالعكس في تعامل اسهل بين العربيه ويا المستقبل الوظيفي. كيف المستقبل الوظيفي اللي شايفه؟ لا، في سلم وظيفي مهني للمرضى المواطنه، في سلم خاص يعني عن الوافدات. جميل. هيئة الصحة بالعكس تشجع المواطنات في التمريض ويعطونا أعلى المناصب، ما قصروا. ورواتبكم زينة يعني ولا؟ زينة الحمد لله. الحمد لله زينة. الواحد دائما يشوف الأفضل يعني. أكيد. قلتي لي يعني أنت درستي على حساب الهيئة. هيئة الصحة بدبي. الآن في برامج معينة بديتوا تطلعونا في مجال التمريض؟ في منحة حق اللي يبقى يدرس باتشلر، في منحة حق اللي يبقى يدرس ماستر. تعطي هيئة الصحة منح من غير الدوائر الحكومية الثانية. جميل. أنا باكر ولا عقبة بحاول استضيف حد من الموارد البشرية ما نتكلم عن هذه المنح ونشوف كيف ممكن نروج لها من خلال البرنامج. دكتورة حمدة، يعني أنا عندكم إنجازات كثيرة في عيادات الأسنان، لكن ما أبغى أتكلم عنها اليوم، لأن بالفعل الثيمة اللي حاطينها يعني هذه السنة هي ثيمة الابتكار. في عندكم كثير من الابتكارات اللي المرأة الإماراتية حققتها، لكن ما خليها حق حلقات قادمة. نوعد المستمعين إن شاء الله ما نتكلم على بعض الأشياء الجميلة اللي سووها إدارة طب الأسنان، لكن اليوم
يعني في يوم المرأة الإماراتية أنا أبغي أختم معاكم يعني بشكل عام، شو ممكن توجهون ككلمة أخيرة تبغون تقولونها في هذا المجال، وأيضا إذا في بالكم بعض الأشياء أو النقاط اللي تبغون بالفعل توجهونها للمرأة الإماراتية. فالميكروفون عندكم، أنا أبغى أسولف وياكم، عندي تقريبا 4 دقائق، بعطيكم دقيقة ودقيقة وعطوني دقيقتين أختم فيها البرنامج، شو رأيكم؟ أنا يعني أنا أقول لزميلتي وأختي أو بنتي، أقولها يعني استمري في عطائك، استمري في تميزك. تكريم اليوم هو يعني رسالة شكر وعرفان من قيادتنا الرشيدة بأهمية مساهمة المرأة في الدولة، سواء كان في خارج الوطن أو في داخله. أود كذلك أني أنا أشكر أمي في خلال مسيرتي الدراسية، مسيرتي العملية، أمي سيدة فاضلة وأمي ثالية، لولاها لما وصلت إلى ما أنا عليه الآن. كذلك أختي العزيزة هي موجهة رياضيات متقاعدة، لها مني كل الشكر والتقدير. أيضا قائدتنا وملهمتنا مديرة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية دكتورة مد منال تريم، لعطائها اللامحدود ومثابرتها لتقديم كل ما هو جديد في مجال الصحة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، لها مني كل الشكر والتقدير. جميل، تفضلي يا هدى. شكرا دكتورة حمدة. مثل ما قالت دكتورة حمدة، حبيت أضيف بس أن المرأة الإماراتية ولله الحمد مثال عالمي يحتذي به، ويرجع الفضل لحكومتنا الرشيدة، وأقول لكل مواطنة لا تقفي على عتبة بابك، فالمستقبل يرحب بأدائك. يا سلام يا سلام، مرة ثانية عيديها. لا تقفي على عتبة بابك، فالمستقبل يرحب بأدائك. فالمستقبل يرحب بأدائك، جميل جدا. هذا الكلام أنا أقوله للرجل بعد. مقولة جميلة. أي مقولة جميلة جدا. إذا يعني في الختام أنا ما أملك إلا أني أتوجه بالشكر الجزيل لكل امرأة إماراتية. ببدأ بالشكر للخوات اللي كانوا معايا في الأستوديو، الدكتورة حمدة المسمار مدير إدارة خدمات الإسلام قطاع الرعاية الصحية الأولية، وأيضا الأستاذة هند الجتبي رئيس مكتب التمريض بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية. أيضا هذا الشكر للأم الإماراتية، للزوجة الإماراتية، للأخت الإماراتية، لكل امرأة تساهم في رفض هذا الوطن بكل ما هو غالي ونفيس. أيضا قبل لا أختم بعد، هذه تحية حب وإكرام وإجلال للأم الغالية، أم الشهيد، نوجه لها أجمل تحية، لأنها يعني فدت هذا الوطن بأبنائها. فكل الحب والاحترام لأم الشهيد ولكل الأمهات الغاليات على قلوبنا ولكل النساء في دولة الإمارات، وأيضا لكل امرأة تعمل في القطاع الصحي. يعني نقولكم شكرا جزيلا، لأن أنتم عطاءاتكم بعد لا تقل عن عطاء المرأة الإماراتية في كافة المجالات. أنا أخص القطاع الصحي لأن القطاع الصحي يعد من القطاعات المهمة، وأيضا العمل فيها شوية صعب، خاصة بالنسبة للمرأة الإماراتية اللي عندها بعض يعني بعض الأشياء اللي ممكن نقول عنها المجتمع ممكن ينظر لها بنظرة أو بأخرى. يمكن هذه النظرة بعد تغيرت اللهم لك الحمد بفضل القيادة الرشيدة، ولكن ما تزال هنالك هذه النظرة لعمل المرأة في الأماكن المختلطة، عمل المرأة بشكل أو بآخر في تقديم العون للمرضى. لكن نقول لكم أنتم فخر للإمارات وفخر لهذا المجتمع، نتمنى لكم التوفيق. وأيضا هذه دعوة للخوات اللي يفكرون يدخلون في هذا القطاع، نقول لكم ادخلوا، فالإمارات بحاجة لكم لكنا. عموما
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ما نرجع إن شاء الله من باكر ما نتكلم عن القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، المزيد من المواضيع في هذا المجال والمزيد من تسليط الضوء على مختلف الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في دبي، وأيضا نستقبل آراءكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم على القطاع الصحي. فالباب إن شاء الله مفتوح قدامكم، و يعني أنا ما أرتاح لي ما تعصب تقول لي اختم، أقولك إن شاء الله. كل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، وأيضا الشكر لزميل فيصل بن فارس كان معنا في التنسيق، والشكر لكل من ساهم معنا في إعداد هذه الحلقة، وحتى نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف، وإلى الملتقى. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.